أهلا، مرحبا بكم متابعينا الكرام، أنتم على المباشر. معنا واحد الإشكال في إقليم صفرو، مركز نهجة، جامعة سيدي يوسف بن حمد. على ما يطلعوا جميع المتتبعين وندخلوا في هذا الملف، هذا اللي هو محاولة ديال الاعتداء أو اعتداء. حنا غنسمعوا من الشخص المعني ومن المواطن اللي طرالو هذا الاعتداء هذا هو العائلة ديالو. صراحة ملي جينا وشفنا هاد الحالة هادي تأسفنا لهاد الوضعية. إذن الاسم ديالك السلام والصفة؟ عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم ديالي عبد العلي بوحزام، ساكن في سنهاجة، جامعة سيدي يوسف بن أحمد، إقليم صفرو. أنا جيت مع المغرب، صليت المغرب، قالت لي الزوجة ديالها كيف الصباح هما كانوا كيسبوا فيك ويعيقوا فيك. علاش؟ السبب ديال الضوء. فوقاش هاد الشي كان؟ مع المغرب، يلا صليت المغرب، دنا المغرب نهار الأربعاء، ما عندنا غرب. دي السنة سيدي صليت الله يقبل، خرجت باب الدار ديالي بالكرسي ديالي كنسقي داك الشجيرات اللي عندي، كاتسب فيا، ما خلاتليش شي 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 حاجة راقدة وأنا مبرد. شنو قالت لك مثلا؟ سباتني، ما خلاتليش في السبان اللي ما يصلحش يتقال. هذا هو اللي كاين، هو هذا. حنا كنحشمو على داك النطق باش نطقو به، حنايا حنا مخلقين ومربيين باش نطقو بداك النطق. هي والزوج ديالها مقطوع عليهم الضو، هما على التريسيان. جا التريسيان كيشوفهم الضو في الدار طنطن، قال الضو ضعيف، عندهم الكابلي اوكازيو وكله تقطع، كله كوليكتور. جا كيهزل السلوم ديالي على الحيط ديال الدار ديالي، قلت له شتي واش انت من صحاب الضو؟ قال لي لا. قلت له انا بغيت صحاب الضو يحضروا هنايا، انا هادي 3 سنين وانا كنعاني من هاد المراره هادي. قلت له الله يرحمه، هادي انا بغيت صحاب الضو باش الا قطعت انا الضو صرت نتربى، والا ديفو من عندهم ولا من عند الكابل خصني ناخذوا لي حقي. فاذا بها كتصوتي عليا المرا ديالو، صوتات عليا كطيحني على الدرجه ديال التروطوار ديال باب الدار. ضرباتني هنايا من اللور تحت على التروطوار، ضرباتني بالحجره هنايا، شنقات عليا. الراجل ديالها جا دق لي، كان الصبع ديالي محطوط على البلينطه ديال باب الدار، دق لي الصبع ديالي العروق اللي بقاو شادين. قال لي الطبيب غادي يتبطر دابا شهر، الا ما براش غادي يتبطر. هنا على الدرك الملكي جاو صوروا داكشي، جا الاخ ديالي بعدا قبل ما يجيو الدارك الملكي، جا الاخ ديالي بدي هنا في يدي ولادو، ما عينوش يزلو الطوموبيل، الطوموبيل كلها فرتخورة، عندنا الصور ديالها كلها هرسوها، رجعوا اللور بداو كيشريوها بالحجر، وإلا ما فتوش ها باب الدار سيروا تشوفوا داك الحجر مازال لحد الآن. أنتوما درتيو شي ردة فعل؟ حتى أنتوما سبيتيوهم هنتيوهم؟ سبينا لو كان سبينا، لو كان راهم جاو خوتي كاملين، واللي جا كنردو ندخلو الدار. أنا بغيت عارف القانون كاين وبغيت نطبق القانون اللي كاين هو هذا. لو كان خليت خوتي، لو كان واحد فينا خصها وجوج. ما عندنا غرض، جيت لهم في الدرك الملكي، جا الله يجازيه بخير، دار المعاينه ديالو، صور داكشي اللي صور، طلع على لابريكاد، دارنا المحاضر، عطانا بعد يومين تقديم، قدمونا لنائب وكيل الملك، عطاتنا جلسه استمعت من هنا، عطاتنا جلسه 27 في شهر 10، دابا من 27 في شهر ملي خرجنا من المحكمه، اليومين هذا، فإما لقيتني راه كتبزق عليا، غير الباح في القهوه قدام السيد قال لكم ما كنتش موظف نشهد فيها، علاش كتبزق هذه علينا؟ والزوج ديالها فين ما لقاني كيسبني ويهني. بغيت نمشي تولي البارح للمحكمه، درت واحد الشيكا ونفعل الوكيل، شدني واحد الصديق تما خدام، قال لي ما قلت له الحكايه شنو فيها شنو فيها، قال لي سير بحالك راه ما عندهم يدير لك، سير بحالك دابا خلي حتى تجي الجلسه، ومن مول الجلسه ان شاء الله لما كان لحم الى سبك ولا دارك شي حاجه عاود كتبها وجيبها للوكيل الملك. شنو هي المناشده ديالك انت دابا؟ شنو كطلب؟ اللي كنطلب من جلاله الملك نصره الله ووزير العدل ياخذ ليا حقي، انا كنخدم على وليداتي صغيورين هما تشتيهم، وملي نتملك رجلي ما وانا ما عمرني شفت الدباز ولا شفت المحكمه ولا شفت شي كوميساريه ولا شفت شي بريكاد اليومين هذا. وهاد السيده هادي داير ديجا داير بها شكايه عند الدرك الملكي، وشكايه واحده اخرى عند الامن الوطني، هجمات عليا الكراج ديالي ما خلاتليش بالسب والشتم. والله يهدي هاد الناس اللي كيشوفوا هاد الشيء هذا وما كيبغيوش يشهدوا، الله يهديهم. اللي شاف شي حاجه يبدا يضرب الغرا، الا ما شهد هنا غادي يشهد عليه. هذا اللي كنطلب من المواطنين، ما غاتشهدش سير بحالك ما تجلس تفرج صافي. انا كون وقفوا معايا الشهود لو كان راهم دابا مسجونين، الله ياخذ الحق. هذيك الشهاده الطبيه، الشهاده الطبيه يعني دار طاري الطبيب 23 يوم فيها، قال لي ما قديتش نقطعوك دابا، انا نصبروا شهر ما كاينش راه غادي نقطعوك، الا تجمع الله يسخن ما تجمعش غادي نقطعوك. ودابا الله يجازيكم بخير، بغيت الحق ديالي، وهاد الناس يبعدوا مني، راه يومين عايشيني في الجحيم.
شنو تقولي لنا انت بالنسبه لهذا الاعتداء؟ والله ان هذا المنكر الله يخليكم. السيد ديالي هو جالس دابا بلا خدمه، وليداتي صغار وما كاينش اللي يخدم عليهم. كنطلب تعويض لهذا الشخص هذا، كنطلب له تعويض. الله يخليكم، احنا كنناشدوا الوكيل العام وجلاله الملك نصره الله ياخذ لنا حقنا من هاد الناس يبعدوا علينا. كنطلبوا منهم غير يبعدوا علينا وياخذ لنا القانون الحق ديالو. حنا حنا في دوله الحق والقانون. كنناشدكم الله يخليكم بهذا النداء هذا، الا كنتيو مواطنين احرار انكم تاخذوا لنا حقنا من هاد الاشخاص هادو. راه كيدعي هاد السيد هذا بانه عنده نفوذ وعنده الفلوس وعنده، حنا ما عندنا والو، حنا عندنا رحمه الله سبحانه وتعالى. وشكرا. شكرا لكم.